عادا من اليأس من رحمة الله. فالمؤمن لا يكون يئوسا، يجتهد كي لا يكون يئوسا بل يكون متفائلا كريما. لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط أحدا من رحمته. الدرس معقود لبيان أن العسر يتبعه يسر، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال عمر رضي الله عنه: إنه مهما ينزل بامرئ من شدة إلا كان بعدها الفرج، وقال: لن يغلب عسر يسرين. عمر يقول رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وقال تعالى في كتابه الكريم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا معنى لليأس عندنا، الحمد لله. لا تكن يئوسا يا ابن آدم يا أيها المؤمن، إن الخليل عليه السلام لما بشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لما بشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكانت امرأته عاقرا كذلك، وأيضا رزق بإسماعيل عليه السلام، قبل ذلك كله الملائكة تبشره وهو يقول لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فعلمنا درسا فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وحفيده يعقوب عليه السلام، والكلام من مشكات النبوة، حفيده يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه، هم يصفونه بالتخريف إذا ذكر يوسف، يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله. ولن يغلب عسر يسرين، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وقديما قالوا: ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ويقول القائل أيضا: ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج.